السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ علي بن صالح أبو الهيثم. أبو الهيثم من أين؟ من العامرات الحاجر. إيه ما شاء الله، إذا من فريق الحاجر للمشي الحر. فريق الحاجر الرياضي الحر. إيه ما شاء الله. ما انطباعك عن مسير اليوم إطلاله على بلدة سيح بالكامل والوافي؟ ما شاء الله ما شاء الله، منظر جميل صبر الخاطر وينعش النفس. نعم. ما هي نصيحتك لمن يشارك في ملتقيات المشي هذه؟ والله المشي شيء طيب، وتقوية اللياقة البدنية ونفس الوقت يكسب انطباعات جميلة عن البلدان عندما يروح يمشي، ويكسب معرفة بالشباب. نعم. ومعرفة بالجماعات. صح. ما الذي يميز البيئة العمانية في هذا الجانب، سواء كان جبال أو دية إلى آخره؟ أنت تكلمت عنها، ما يميزها اختلاف تضاريسها بين الجبال ما شاء الله. وبين السهول وبين البحار. أها. نعم. وبين أشجار ومزارع. نعم. البيئة العمانية مميزة. صدقت. والبيئة العمانية جذابة. نعم. والبيئة العمانية رائعة وفوق الرائعة. نعم صدقت. تدهش كل من رآها. نحن أبنائها ونندهش عندما نراها. نعم. بلد جميل. كيف يمكن تشجيع جميلة. الناس لزيارة هذه الأماكن؟ والله نشجع الأخوة جميع الناس أن يأتوا لزيارة التضاريس العمانية. نعم. عمان جميلة بتنوع تضاريسها. نعم. وزين، والمفروض العمانيين، أغلب العمانيين الشباب يزوروا المناطق هذه ليكتسبوا المعرفة. نعم. ويكتسبوا معرفة البلدان. نعم. ماذا يوجد داخل هذه البلد. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحييك.